بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الآن مع الفصل السادس وهو خاص بإرشاد ذوي صعوبات التعلم وأسرهم. في البداية هنتكلم طبعا على الخصائص السلوكية والنفسية للطلبة ذوي صعوبات التعلم عشان نقدر نعرف الحاجات الخاصة بذوي صعوبات التعلم وكيفية التعامل معهم وإرشادهم. لازم نتعرف على الخصائص الخاصة بذوي صعوبات التعلم. عندنا يعني من الخصائص يعني المنتشرة ما بين ذوي صعوبات التعلم طبعا رقم واحد تدني التحصيل الأكاديمي. صعوبات التعلم كما كل يعني كما نعرف ان صعوبات التعلم ذكائهم في المتوسط او فوق المتوسط، ولكن لديهم تحصيل تدني في التحصيل الأكاديمي. عندهم كمان صعوبات في الذاكرة، ممكن بتقابلهم مشكلات في الذاكرة، صعوبات إدراكية وإدراكية حركية، صعوبات اجتماعية وانفعالية، مشكلات اجتماعية وانفعالية، عندهم عجز انتباه وفرط نشاط، وعندهم ضعف في الدافعية تجاه التعلم أو المشاركة مع الزملاء وهكذا. طيب مشكلات الطلبة ذوي صعوبات التعلم وحاجاتهم الإرشادية. رقم واحد عجز المعرفة الاجتماعي. عجز المعرفة الاجتماعي طبعا لهم بعض الخصائص ذوي صعوبات التعلم أو من المشكلات اللي بتقابلهم فعجز المعرفة الاجتماعي أنهم لديهم مشكلات اجتماعية مع الآخرين، وفي بعض الأحيان يطلق عليهم الصم اجتماعيا. صم اجتماعيا أي علاقاتهم الاجتماعية قد تكون ضئيلة، أو تفاعلاتهم الاجتماعية قد تكون قليلة جدا، وعلاقتهم بالزملاء قد يعني تنتج عنها بعض الأحيان مشاكل وعدم تعاون ما بينهم وبين إيه الأصدقاء والزملاء داخل الفصل. طبعا عندهم كمان من المشكلات تجنب المدرسة، تجنب الواجبات المدرسية، ما بيحبوش يعملوا الواجبات المدرسية. عندهم عدوان، والعدوان ده هو سبب المشاكل الاجتماعية ما بينهم وما بين زملائهم. عندهم مشاكل في سلوك الضبط والتحكم، لا يستطيعون في بعض الأحيان التحكم في انفعالاتهم. ضعف مفهوم الذات. عندهم إدمان على التلفاز، أو دلوقتي عندنا الميديا إذا كان اليوتيوب وهكذا. عندهم برضو بعض المشاكل اللي هي المتعلقة برغبتهم في الغش، الكف عن العمل، لا يستطيعون مواصلة المهمة المقدمة إليهم، وعندهم كمان المشاكل الخاصة بالانسحاب الاجتماعي. ده من المشكلات اللي بتقابل ذوي صعوبات التعلم. طيب هل في طرق لإرشاد ذوي صعوبات التعلم تساعد على حل هذه المشكلات؟ نعم. عندنا رقم واحد التدريب على المهارات الاجتماعية. طبعا اتكلمنا قبل كده في بعض الفصول عن ان ذوي الإعاقة بيعانوا من مشكلات في المهارات الاجتماعية، وعرفنا ان المهارات الاجتماعية انها جميع المهارات والسلوكيات التي يقوم بها الانسان من اجل التواصل والتفاعل، اذا كان بيشمل تواصل لفظي وتواصل غير لفظي. وعندهم بعض الاشياء الخاصة بالتعاون والتعاطف وضبط السلوك، كل ذلك داخل المهارات الاجتماعية. طب يعاني ذوي صعوبات التعلم من مشكلات في التعامل مع الآخرين، ولذلك يجب إدخال وتعليم المهارات الاجتماعية. هنحاول إن احنا ندربهم على التعاون، هنحاول إن احنا ندربهم على مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي وهكذا، كل الأشياء والتحكم في الذات وكل الأشياء الخاصة بالمهارات الاجتماعية ضمن المنهج، واعتبارها جزء لا يتجزأ. يعني كل ده هيكون ضمن المنهج، واعتبارها جزء لا يتجزأ. جزء لا يتجزأ بالمناهج ذوي صعوبات التعلم. كمان التدريب على تأكيد الذات، لازم يكون عندهم بعض الإرشادات والبرامج اللي تساعد على تأكيد الذات وتساعد على تنمية تقدير الذات لديهم. لازم يكون في تنمية لتقدير الذات الخاص بذوي صعوبات التعلم.